ركبنا في الطيارة، الطيارة طلع فيها عطل، طيارتي من إسبانيا تأخرت، يعني مش عارف ليش في أوروبا قاعدين كل طيران كل مرة يتأخر، ما اللي فاتت كنسلت أصلاً لما جاي لإسبانيا. كارثة ورا كارثة في الطيران عندهم، شيء مش طبيعي الكنسليشن في أسبوع واحد، شركتين طيران مختلفة كنسلت. أنا مش خلينا ندخله. هذه أول مرة تلتقى فيهم رحلتين في سفرة واحدة، فشوفوا الفيديو للنهاية باش تعرفوا شو صار معي. صارنا مشينا المطار، سافرنا، ركبنا في الطيارة، الطيارة طلع فيها عطل، وقفوا المكيف، بعدين نزلونا المطار، بعدين كنسل الرحلة، ورجعنا لباريس لأن عطونا رحلة ثانية بعد يومين مش مناسبة لنا. فحجزنا رحلة ثانية غدوة بسعر نار ومسمار. ورجعنا لباريس. وغدوة صباح الطيارة. وهذه ثاني مرة تصير معي هذا الشيء في فرنسا، نمشي ونرجع لفرنسا نفس اليوم. هذه كانت أول رحلة لغد، في نهاية الفيديو حتشوفوا شن صار معي في ثاني رحلة. من برشلونة، وصلنا لبرشلونة، حلم عدنان إسبانيا. بس الحرارة شكلها أربعينية. أول شيء ساجرادا فاميليا ساكنين جنب احنا. وأخيرا ساجرادا فاميليا برشلونة. وصلنا لساحة برشلونة الكورت انجليز. حاليا نو 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 في برشلونة، بس مع هذا لازم نطلع ونشوفوا شنو في برشلونة. معنا انا جايها قبل كذا سنة، كذا سنة وجايها في الشتاء مش في الصيف. مبنى محلاه، أنا من أحلى أشياء عندي في برشلونة المباني، غريبة عجيبة. وهذا مبنى باتلو اللي مدايرة جاودي. جاودي هو من أشهر المعماريين والفنانين في برشلونة. باتلو جاودي. شارع لرامبلاس هذا من أشهر شوارع حتى هو في برشلونة، في المطاعم في المحلات، في حتى بري مارك، شريت من بري مارك. من أجمل الزارة في إسبانيا، طبعا زارة إسبانيا شيء ثاني. إسبانيا مشهورين بالمراوح هذا. تاباس برازيلية اسبانية. من كثر ما تكلمت عن اللحم البرازيلي في فرنسا. كأنه ريزوتو. عم نمشينا له نحسبه عنده بايا، بس طلع يدير في شيء اسمه قال لوبستر رايس، يشبه البايا بس مش بايا. بس قال لنا الساعة 6:30، احنا ماشيين الساعة 6. نستنى 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 ننزل كل شيء الا الطبق هذا. 6:30 الا 3 دقائق جابوا لنا الطبق الا 3 دقائق. بس كانت عجبتني يعني صراحه. الطار الشعب، الجو هنا يخليك تعرفش من النو والشمس تنحرق خلاص. بس هذا ملاحظين شيء غريب، هذا الماركت نتاعهم هنا ميركات. روز كبير فانيلا بيستاشيو، وهذا قاعد تجهز فيهم. وهذه أسعارها. تطلب سكر ولا هذا، وفي حتى منه بتشذر تشورورية في هذا الشارع. بشهادة عدنان قبل ما ينزل تشورز في برشلونة. أيوة. لازم تجربوه لما تجوا هنا، مش حد يجي لبرشلونة من غير ما يجرب. يا صباح
بونس دياس يقولوا بونس دياس برشلونة عشان دور الفطور ساعة 12:30 ساعة 12:30 أنا فايق بثمانية ننزل في فيديو جينا بيكاسو هذا المطعم زينا قبل 5 سنين ممكن ناخذ فطور على الأغلب هذه بطاطا أو هذا هذه الكوندا دي تومات بومودورو ولا توماتو تومات مشان اللي قلت الاسم بس والله صح خبزة وطماطم وزيت اسمها بان كون توماتو يس يس وهذه التورتية نو 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 جتني ضربة شمس من احكي لكم جابوا لي بواسون من برشلونة لمدريد ماشي حاليا من برشلونة لمدريد وأول مرة نمشي لمدريد صراحة حمس هلبا ماشي من القطار لأن أسرع 2:45 بينما الطيارة تأخذ ممكن ساعة بس البطارية 3 ساعات قبل مشوار طويل عريض فأحسن شيء نمشي في القطار آخر القطار تأخر 30 دقيقة عن مدريد وماشي المدريد ومش عارف أي شيء نديره في مدريد إلا القصر الملكي بس ولا حاجة تانية نعرف لا مدريد وصلت لمدريد لأول مرة مدريد أنا هنا بس عدنان موثي لي جدول فنشوفوا شن فيه في الجدول وانتو حتشوفوا في هذا الفيديو وهذه هي شقتنا في مدريد هلا أول نظرة لمدريد توا مدريد نشوفها أنا مختلفة عن برشلونة ما توقعتش مع أن الناس يقولوا لي أنها مختلفة بس في اختلاف كبير في البني وكل شيء الفرق الكبير بين مدريد وبين برشلونة أن مدريد أهدى يعني في برشلونة الناس تتكلم بصوت أعلى هنا الناس أهدى والحرارة أخف هنا شوفوا هذه الساحة اللي وصلنا لها اسمها بلازا دي إيزابيل 2 وهذه المغناطيسات هناخذ هذا حبيته أكيد تحسها موزايك وهذه هي بلازا دي إسبانيا Thank you.
مدريد مش عارف ليش ذكرتني بنيويورك من المسارح مسرحيات وهيك جو نيويورك هلبة عندنا تختلف بس فيها شيء من نيويورك شارع كبير والناس ماشية ومسرحيات نيويورك على لندن يعني فيها هذا الشيء فيها روح المدينة بينما برشلونة تحسها مدينة عطلات يعني هوليداي سيتي الناس حر وجوها يختلف رطوبة أكثر بس كل واحدة لها طابعها المختلف بس أنا جوي أكثر مدريد أكيد صباح الخير تاني يوم من مدريد يوم الجو أبرد بس شكله في شمس نون أو نون اليوم حنجرب نشوف أشياء أكثر من مدريد ونمشي نشري كم شيء من إسبانيا إمبانادا بالخضرة نفطر بها الصباح حصلتش مطعم تاني أو قهوة تانية هذا التمثال هو تمثال الدب شجرة الفراولة هذه شجرة الفراولة وهذا الدب وهو من 1967 بس تغير مكانه من مكان لمكان في هذه الساحة وبعدين رجعوا لي هذه النقطة الأصلية لي بس هو شعار مدريد يقولوا إن أهل مدريد في الصيف في شهر أغسطس خاصة كلهم يطلعوا من مدريد ويسافروا هذا لاحظت على المدينة هادية هادية جدا جدا يعني اليوم سبت المفروض الناس طالعة بس ما فيش حد في الشوارع يعني يعتبر عدد قليل الناس اللي في الشارع سواح أغلبهم هذه هنا اللي شايفينها مشجعين ريال مدريد كلهم يعرفوها فوينتي دي سيبيليس اللي هي نافورة سيبيليس واللي كل ما يفوز فريق ريال مدريد لازم يجوا المشجعين ويحتفلوا بالانتصار هنا الباص غطى على النافورة عارف هذه هي النافورة بس من حرارة الشمس أنا وقفت في الظل أغلبية شوارع هي محلات لبس طبعاً إسبانيا أغلب الملابس من عندهم هي زارا مانجو ماسيمو فوين ما تمشي تلقاهم يبرد من هذا لوكو بولو هذه مندرين عرفش شنو يقولوا له في بلادكم بس في ليبيا يقولوا له كيني كورتي انجليس عنده الساحة في سول تلقوا هذا الفود كورت تاخذوا منه اي شيء تبوه حبيت المكان يشبه لي تايم اوت ماركت هذا الباي عندهم في المبنى هذا غريب كيف رسمين عليه تحسه كأنه مبنى مائل هذا هو القصر الملكي لملك إسبانيا طبعا إسبانيا مملكة وهذه هي في السنتر هو مش بعيد هلبة يعني 11 دقيقة من سول الساحة الرئيسية ميركادو سان ميغيل هو الماركت متاعهم هنا في مدريد الزيتون هذا نجربوه عنده أشكال وألوان
كيف مثلا بترتية بكل أشكال وألوان. شوف هذه أسماك بحرية مقلية. الماركت هذا حتلقوا إن أسعاره أغلى من الأماكن الثانية، يعني ممكن تلقوه في مطعم ثاني أرخص من هناك. فهي التجربة يعني، وتحس إن الأكل كله فريش دائما. لذيذ 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 السمك هذا المقلي، حس فريش سخون. حطه هنا ان الهوستلز ديكورات المباني احلى من الفنادق الفخمه. نشوف هذا ايش نحط، هذه اللي يرقصوا بها في السالس تانجو اي ثينك. تماشي لي ساحه بلازا مايور. بلازا مايور هي من اهم الساحات في اسبانيا وفي مدريد، جميله فيها مطاعم، فيها الناس تقدر تقعمز، الاحتفالات كلها يديروا فيها هنا. حبيت حبيت حبيت، هي في نص السنتر، احلى شيء في مدريد انه كل شيء جنب بعض. شوفوا هذه الساعة. طروني عندهم. أشكال وألوان. هذه من أشهر البراند عندنا. هذه سموك فلفل وفي طروني بالفلفل حتى. هذه البحيرة في الحديقة، حديقة ريتيرو، الناس كلها متجمعة هنا. هذا القوس اسمه بويرتا ديل الكالا، هو زي قوس النصر اللي في فارس. صراحة مدريد طريقة المباني عجبتني انها مختلفة عن اي عاصمة تانية. طيارتي من اسبانيا تأخرت، يعني مش عارف ليش في اوروبا قاعدين كل طيران كل مرة يتأخر. المرة اللي فاتت كنسلت اصلا لما جاي لاسبانيا تو تأخرت. فشوفوا حتى امكانيات تقعمز ما فيش في الموضوع، قاعد نستنى. والمشكلة انه لما بنوصل سويسرا السيارة متاعي يسكر المكتب بتاع تأجير السيارات بعد ربع ساعة من توصل الطيارة. هذا لو متأخرتش أكثر إن شاء الله لا. فمش عارف لو بيستنوني أو مش هيستنوني أو بضيع علي السيارة وبنضطر إني ناخد فندق، لأن مش هنقدر نمشي للمكان اللي أنا حاجز فيه إلا بالسيارة. هذا مشاكل السفر اللي الناس ما تشوفش فيها وما تحسبش في حسابها ديما. كارثة ورا كارثة، شيء مش طبيعي. الكانسليشن في اسبوع واحد، شركتين طيران مختلفة كانسليت. للأسف اضغط، بس الحمد لله اني كنت مداير شيء، كنت مداير تراكينج من مطار جنيف اللي انا ماشي له للطيارة اللي جاية من جنيف ايزي جات. فوصل لي ان هي متأخرة من غادي واصلا كانسلد من غادي، لان مطار جنيف يسكر الساعة 12 في الليل، فأي طيارة تتأخر مش حتطلع حتتكنسل. فاول ما تكنسلت من جنيف بعتوا لي ان حتتكنسل هذه، مع ان مطار مدريد ما قالوا لناش ولا شيء، مخلينا ديليد ما قالوا لناش ولا حاجه. فالمهم طول انا مشيت حجزت تذكره مع شركه ثانيه ايبيريا، مفروض تكون احسن من ايزي جت، وحجزتها لغدوه الصبح قبل ما الناس الثانيه تحجز، لان كانت الساعه 9 الصبح وفاضل بس 3 كراسي وتو راجعين مش ناخذ شنطينا. هذه ثاني مرة في نفس الأسبوع نرجع لمكان استلام الحقائب.
بس مش بخلينا ندخله شكله. هنا مش بخلينا ندخله. رجعوا لنا شاطين هني وما قالوا لناش حتى وين مكانهم، يعني أكثر من هيك معاملة زفتة مش شايف. دي فندق جنب المطار، محطة واحدة بس بالمترو، بس شغود والصبح دايركتلي نمشي المطار لأنه خلاص تعبت. تفتح الفندق مش عارف ما فيش يفتح، ليش مش فاهم. وصلت لفندق المطار، مفكر نغسل ندير شاور ويمشي لمدريد، لان عدنان اللي كان معي في الرحله هو مسافر غضوه وقاعد في مدريد، فحنمشي نلاقيه ونرجع في الليل نرقد ان شاء الله نرقد. Thank you for watching. صباح الخير، اليوم ثاني يوم من هذه الرحلة اللي بتستكمل، بس شوفوا الزحمة اللي أنا شايفها توا، مش عارف ليش هذا كله زحمة. طابور يبدو هنا، هذا كله طابور لشركة طيران واحدة إيبيريا. المشكلة هذا مطارهم، يعني شركة طيران هذه إسبانية، غريب. تكون انتهت رحلتي من إسبانيا. تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. أديوس.